طب الأطفال يا دكتور، حضرتك قلت إن الأطفال برضو بيجي لها دوالي الخصيتين والمراهقين، ففي الحالات اللي زي كده العلاج بيكون إزاي؟ أنا عايز أقول لك المشكلة في الأطفال بالذات لو قبل البلوغ وطفل عنده دوالي، ده لا ده يفضل أو ضروري يعمله، لأن يعني الدوالي في السن ده فعلا بتأثر على نمو الخصية بصورة كبيرة. وإحنا زي ما اتفقنا قبل كده إن الخصية بتكبر في مرحلة ما قبل البلوغ، فلو في أي حاجة مأثرة عليها في المرحلة دي ونتج عنها إنها صغيرة هتفضل صغيرة طول العمر. فإذا الطفل صغير عنده دوالي على عكس ما الناس متخيلة يقول لك ده صغير سيبه، لا ده صغير ده هو الأولى إنه يعمل دوالي، لأن أنا لو سبته الخصية مش هتكبر بصورة طبيعية، فالولد هيكبر إلا يكون عنده خصية صغيرة. ده بعد البلوغ ولا قبل البلوغ؟ قبل البلوغ. أنا بتكلم على طفل قبل البلوغ اللي هو 8 سنين 10 سنين 11 سنة. في بعض الأطفال في السن ده هي حالات نادرة بس بيكون عنده درجة ودرجة كبيرة من الدوالي، فده هو الأدعى والأهم إنه يعمل الدوالي. ليه؟ لأن خلاص هنا حجم الخصية هنا لو صغر هتفضل صغيرة طول العمر، فده لا لازم تتعمل، لأن دي المرحلة المهمة اللي بتنمو فيها الخصية ما قبل البلوغ. فلو هنا في مؤثر قوي زي وجود دوالي بنبص لا ان الخصيه مش هتكبر. عندنا اطفال كتير بيكون لها حجم الخصيه صغير بنديله حتى ادويه عشان يكبرها مش راضيه تكبر، ليه؟ عنده دوالي. مجرد ما بنعملها بنبص لا الخصيه كبرت لوحدها ومشيت في سكتها الطبيعيه. فالطفل الصغير اللي عنده دوالي ده لا ده هو ده الادعى بالاهتمام ان انا اعمل له العمليه، طبعا بحرص شديد، ده طفل صغير وعمليه الدوالي وان كانت هي عمليه بسيطه لكن لازم تتعمل بحرص شديد لانها بتاثر بشده على مستقبل الراجل ككل، فلازم تتعمل بحرص. لكن زي ما اتفقنا كل حاجه بتتعمل مظبوط بتمشي مظبوط، فلا الطفل الصغير ده هو الادعى ان تتعمل له الدوالي لا ان وجدت، تمام. لكن في الشاب خلاص هي الخصيه حجمها ثبت، يعني زي ما قلت لك نادرا مش دايما، يعني نادرا لما بنلاقي شاب حصل ضمور في الخصيه نتيجه الدوالي، هي بتحصل بس في حالات نادره ولازم تكون درجه كبيره من الدوالي. لكن في الطفل الصغير لا الدوالي دي هتاثر بصوره كبيره على الحجم، فحتى لو عملناها له لما يكبر هيكون حجم الخصيه صغير فمش هتكبر معانا خالص.